أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة من برنامج شخصية هامة. معنا في هذه الحلقة اللي تتناول موضوع عن الساحة السياسية الموريتانية وما تشهده من تطورات خلال هذه الفترة. معي لمناقشة هذا الموضوع أحمد والأحمد سالم، أهلا بكم، والغالية من غلام، أهلا، وميمونة من سيدي، وأحمد والمعاوية. معنا مجموعة من الموالات ومعنا مجموعة من المعارضة. موريتانيا داخل على الانتخابات، تكلمنا عن الانتخابات وتكلمنا عن السياسة. تم المعارضة؟ أنا كمالي من المعارضة. سكنت. أيوة. تيجي تخرس في التلفزة أحمد؟ خلاص سبونج بوب. خرس؟ سبونج بوب. بوليود؟ اها ايوا بوليود. اش فيها؟ غير مسلسلات. فيها مسلسلات. مسلسلات شي يجيبو تكلموا عنها؟ شي مسلسلات عناش جيبو كل شي. جيبو كل شي. ايه او عد فيها الرئيس وعد فيها الوزير وعد فيها نعد فيها الرئيس وعد فيها شو عد فيها؟ كل موريتانيا عد فيها الرئيس. لا كل موريتانيا. موريتانيا هي اللي عد فيها الرئيس. بوليود ما عد فيها الرئيس. ايوا القاليه. قاليه احمد قالوا كاع ما هم الموالات، ما هم الاحزاب الدوليه. انت من اي الاحزاب؟ حزب الحاكم. حزب الحاكم. او رقبي شارك. حزب الحاكم. واش تعرف عن حزب الحاكم؟ شنو قالك انا حزب الحاكم؟ او ما قلتي انت تلفزه اش تخرسي؟ هو قالوا خلاص هذا بوليو. انت اش تخرسي في التلفزه؟ رسوم. رسوم شي يجيب؟ رسوم التحرك. أو رسوم التحرك تتكلم عنهاش؟ تكلموا عن موضوع ليبيا. قولي لي موريتانيا داخل انتخابات، انتخابات قالهاش؟ ما تعرف؟ ما تمشي في الحملة في الانتخابات؟ وضعت معانا ميمونة. ميمونة. ميمونة من سيدي، تفضلي ميمونة الميكرو. تكلمي لنا ميمونة. ميمونة تكلمي انت عن السياسة. هما قالوا ما يعرفوا السياسة. تكلمي انت عن السياسة. تيجي تخرصي في التلفزة ميمونة؟ بومبيات. سمينا بومبيات لتخرص. او ميمونة تعرفي البرجوازية تنقالاش؟ تعرفي المعارضة تنقالاش؟ انتي من المعارضة ولا من الموالاة؟ ميمونة تباني صامت. أنا قابلة تكلم. أحمد قالوا خرس بيسي بوليو. تيش تخرس؟ بيسي تري. أو حوز من عليك الميكرو. بيسي تري. أيوا بيسي تري إيش فيها؟ فيها سبونج بوب. سبونج بوب شنو؟ سبونج بوب شنو؟ أحمد تبغى تعود وزير لين تكبر. انت ما قلت انك من الحكومه ولا من المعارضه؟ ما تعرف. تريد تتكلم لنا عن شيء في الحلقه؟ ترى بتتكلم لنا عن شيء احمد؟ حوز عليك الميكرو تكلم. انت تعدى السنه اليوم؟ تعدى السنه اليوم؟ السنه الاولى. شو قربوا في السنه الاولى؟ أو طيب هي راح تعرف تقرأ. تيجي تقرأي السنة الأولى؟ أنا قرأت السنة الأولى. تقرأي السنة ليش؟ قرأت سنة ثانية. سنة ثانية؟ شو يجيبوا لكم السنة الأولى؟ عربية. عربية. يجيبون العربية والفرنسية. العربية والفرنسية. العربية إيش فيها؟ جبينا هي لغة العرب. ايوا قولي لي ميمون انت تخرسي تلبس الجزيرة؟ تخرسي؟ ما تخرسي؟ ما تقضي حدايا شوي؟ ما تشوفي ذاك الشيباني في متمير الدير؟ ما تعرف ذاك اللي يقول شو؟ ما قد خرس. احمد قول لنا رئيس موريتانيا. عزيز. عزيز؟
أو سابق عزيز منه كان الرئيس. هذه من تعرف من رؤساء موريتانيا؟ لا ولا الغزوان. والغزوان شغلته شنو؟ والرئيس ايش عدى لين يعود رئيس؟ لو قولي الناس اللي تشتغل في التجارة وعندها الفضة شين قال؟ قالها؟ حكمي حكمي الميكروب. تجار. بهذا أعزائي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج شخصية هامة، شخصيات الهامة ما شاء الله أعطونا قدر من المواضيع في السياسة، ناقشوا معنا عن المعارضة، ناقشوا معنا عن الموالات، وإذا أن يضمنا وإياكم لقاء جديد هذه تحياتي وتحيات فريق العمل وتحيات الشخصيات الهامة اللي كانوا معايا في الحلقة، وإلى اللقاء.